عام 1928 ولد مشهور حديثة مع انعقاد المؤتمر الوطني الأردني الأول الذي هبت له عشائر الأردن ومنها الإحويطات، وحمته بسلاحها للمطالبة بالاستقلال والتصدي للصهاينة. وفي مضارب عشيرته النافذة جنوب الأردن نشأ في كنف جده حمد الجازي شيخ مشايخ الإحويطات، وكان من القلة التي حظيت بالتعليم المبكر، فجمعت مبكراً بين مروءة البادية وكبريائها وبين معارف العصر. رحمة مشهور ولد أيام سنة الخير محرك بواريد الحويطات اللي كانت فيها ثلج كبيرة وكانت فيها خير عم على الجميع، فكان هو يمكن محط أنظار كبار القبيلة، وعلى رأسه الله يرحمه جدي حمد بن جازي الذي كان يخصه بين أقرانه، لأنه كان هو يحب أول حفيد له مشهور وأكثر واحد كان يحبه بين الأحفاد. حفظت ذاكرة الفتى مشهور منذ أيام صباه أحاديث الكبار حول الاستقلال العربي ومحاربة المشروع الصهيوني ودعم الثوار، وهو ما سيطبع تجربته في مختلف مراحلها اللاحقة. هو نشأ في بيئة كلها حب وتعاطف وتواصل مع ثوار فلسطين، ويمكن هو أول وعيه أول ما شاف الثوار فلسطين بيت جده حمد بن جازي، لما شاف أنه إجوا ضيوف قالوا له أنه في ضيوف جايين، فلما واستغرب الفشك كان بالعكس كان مزوف، فاستغرب فقال فجدي حمد قال أهلا أهلا بثوار فلسطين. مطلع الأربعينيات كان كلوب باشا الضابط الإنجليزي وقائد الجيش الأردني الناشئ يتردد على مشايخ القبائل وينسج التحالفات والعلاقات مع القوى المحلية النافذة تحت ستار الصداقة الإنجليزية والمصالح المشتركة. وفيما كان في مضارب الشيخ حمد بن جازي، همس الحفيد مشهور في أذن جده بأنه يريد دخول الجيش، ورغم أن عمره لم يجاوز 15 إلا أن كلوب باشا رحب به، فودع جده واصطحبه كلوب بسيارته إلى عمان. وبين معسكرات عمان والمفرق تفوق العسكري الصغير مشهور، ونما وعيه الوطني على أحاديث رفاقه الأكبر منه سناً ضيف الله صقور ومحمد الحسبان، واللذين ينسب مشهور في مذكراته لهما الفضل في تفتيح مداركه حول التحرر والاستقلال والمعركة المستحقة القريبة مع المشروع الصهيوني ورعاته. مشاركته في حرب 48 تركت حدث كبير في نفسه، خصوصا انه خاله الشيخ نايل ابن حمد بن جازي استشهد امامه. هذا الاحتكاك، الظلم الذي تعرض له الجندي العربي بالنظر لوجود قياده انجليزيه متعاطفه مع العدو انذاك، وابعاده عن الخطوط الاماميه لانه كان يتحدث كثير ضد ضروره قتال العدو مثل اقرانه الوطنيين. بعد فترة من الإبعاد عن الجبهة بسبب رفضه لقرارات الضباط الإنجليز في حرب 48، تم إرجاعه إلى الضفة الغربية حيث خبر عن قرب تبعات الاحتلال الصهيوني الجاثم على أعتاب القدس، المدينة التي أحبها وأحبته، ومن ضواحيها اختار رفيقة دربه. أنا كنت شو صغيرة، كنت 17 سنة وهو شاب صغير هيك، سأل شو اسمه قائد المغفر، قال مين بدي في هالبلد مين أروح عنده؟ قال له الحج موسى هذا زلمة مدين ومحافظ وهيك شيء، أجع علينا وصار النصيب والحمد لله. يعني مضيت معك كل العمر كل هذا مدة، يعني ما فيش ما بلقيش زيه. لما شفناه كلنا حبنا لأنه شجاع هو، دائما بتوكل على الله. عام 55 ضغطت الولايات المتحدة وبريطانيا لإنشاء حلف بغداد الذي ضم العراق وتركيا وعدداً من الدول العربية إضافة لإسرائيل تحت ذريعة مواجهة المد الشيوعي، لكن مظاهرات صاخبة عمت الأردن رفضت الحلف وأسقطت الحكومة التي انضمت إليه، وهي المظاهرات التي حاول الضباط الإنجليز قمعها، لكن الضباط الوطنيين ومنهم مشهور حديثة رفضوا إطلاق النار على المتظاهرين،
وهو ما بلور لاحقا تيار تعريب قيادة الجيش الأردني. حلف بغداد مثل بطريقة واضحة وصارخة المحاولة الأمريكية للسيطرة على المنطقة وإدخالها في حلف أمني تندمج فيه إسرائيل في المنطقة للقضاء على القضية الفلسطينية. قرر الضباط الوطنيون بالتنسيق مع الملك الحسين تعريب الجيش وطرد قيادته الإنجليزية، وفي إحدى مفارقات التاريخ أوكلت لمشهور حديثة مهمة ترحيل كلوب باشا القائد الإنجليزي إلى المطار في رحلته الأخيرة عن الأرض الأردنية بعد 13 عاماً من الرحلة التي أقل فيها كلوب باشا الفتى مشهور بسيارته إلى معسكرات التجنيد في عمان. كان يحبه عروبة، كله يحكي عن العرب والعروبة، ما كانش يعني يحب الاستعمار أبداً. لم يكن هناك في الوعي الأردني أي تجزئة، بل كان هناك أن هناك قضية شعب واحد، وقضية أن تحرر الأردن هو من تحرر فلسطين، وتحرير فلسطين هو من تحرر واستقلال الأردن. كان مشاعره كثير كويس، يكون هالوطنيين يحبهم كثير، وهو كان يحب الضباط الأحرار اللي الكتومين، هو كان كتوم كثير. قرر مقابلة قائد الجيش الله يرحمه حابس باشا المجالي، وقال له قال له قال له أنا حاب أروح أتطوع للثورة الجزائرية قبل 58. قال له لا، أنت دورك معنا مش بالثورة الجزائرية. وبعدها طبعا صار عنده خروج إنه اللي يروح دورة الأركان في الباكستان سنة 58 بعيدا عن هذا الجو المشحون. لما أجينا نسافر على الباكستان قال لي أبو رمزي الله يرحمه، قال لي عمي حكى إنه أنتي من عمان ما بتطلعي، كيف بدي أخذك على الباكستان؟ بضحك. قال له شايف يا عمي بنتك بدها تروح على الباكستان معي. قال لي يا عمي هلأ عرفناك وحر أنت ومرتك، إن شاء الله بتأخذها لآخر الدنيا. مع بدء المقاومة الفلسطينية أولى عملياتها ضد إسرائيل، حرص مشهور حديثة على دعمها والتنسيق مع قياداتها وإسنادها معنوياً وتوفير الغطاء لها، وهو ما تعارض مبكراً مع توجه يعتقد بلا جدوى مقاومة المشروع الصهيوني الأمريكي في ظل المعادلات القائمة، ما سبب له عدداً من العداوات المبكرة غذاها نجاحه كضابط لامع وسط بيئة شديدة التنافسية والاستقطاب. أول اتصال بين العمل الفدائي والأردن كدولة بجميع مكوناتها ولقائه مع الملك حسين رحمه الله تم في منزلنا بتنسيق مع بين رحمة الوالد، واتصل مع جلالة الملك قال له الضيوف جايين عندي، وكان هم الضيوف عبارة عن ممثلين برحمة ياسر عرفات أبو عمار والمرحوم ممدوح صيدم أبو صبري. كان دائما صيته وسمعته جيدة و وطنيته معروفة، وكنت أتعامل مع هذه المعرفة من هذا المنطلق أنه رجل وطني جريء لا يفرق في السياسة بين الأمة العربية وبين الأردن، عروبي بمعنى آخر عروبي. شكلت هزيمة 67 وسقوط القدس بيد الصهاينة صدمة للشعوب العربية وللمقاتلين على الجبهات، وفيما بدأت الجماهير تتطلع للبديل والحل، كان مشهور الجازي يعمل بصمت ودأب لترميم القوات الأردنية المنسحبة من الضفة الغربية، وهي التي فقدت معظم أسلحتها وأنهكت روحها المعنوية والقتالية. هو ضابط لامع، ضابط ركن طبعا، يعرف متى يشجع المعنويات متى يزيدها، وبيعرف شو معنى في التدريب، شو معنى في التحصين، كيف يتعامل مع الناس، ويحب وطنه بلا حدود. كانت مهمة شبه مستحيلة لعوامل كثيرة، منها أن ستقاتل بنفس الجندي الذي هزم قبل أشهر معدودة بنفس السلاح، والمعنوية ما كانت معنوية عالية للأسف، فكان أهم شيء قلقه هو رفع المعنوية عند هذا الجندي. رقيب من عندنا على مدافع 106، ففي مجنزرة مرت لليهود وقربت يعني ظلي هيك بطريقة استفزازية، حطت طلقة وحضرها، بس مرت المجنزرة وصارت تسوي حركات ضربها،
لما ضربها دمرها. سمع مشهور باشا رفع رتبة رقيب أول. هذه عملت رفع معنوية بين بين ضباط الصف، بين الضباط، بين الجنود، إنه هذا دمر آلية رفعوا له رتبة رقيب أول. وبدأ التطعيم المقاومة الشريفة مع العمليات العسكرية مع الجيش، وصار في هناك تنسيق بين العمل الفدائي. كان الملك حسين منبهر في حماسهم وحبهم للوطن واستعداد التضحية، خصوصا أنه معظم الفدائيين أيامها كانوا تركوا أشغالهم في الخليج، تركوا دراستهم في ألمانيا وفي أوروبا، ويجوا التحقوا بالثورة الفلسطينية اللي كانت هي ظاهرة نبيلة وناصعة البياض. Arab states themselves were also very concerned about the implications of the Palestine diaspora, and they were anxious too about the implications that would have for the stability of Arab states. As a result, with the leadership of Egypt, they'd formed the Palestine Liberation Organization, not so much as a vehicle to articulate Palestinian aspirations, but as a mechanism by which they could control what the Palestinians did. بعد 67 وبعد احتلال إسرائيل لسائر أرض فلسطين فضلا عن سيناء والجولان، الشعب العربي ككل المذهول من الهزيمة وجد أو أراد أن يجد في العمل الفدائي بديلا للجيش النظامية التي هزمت، لعل هؤلاء ينجحون حيث فشلت الجيش النظامية. كقائد للفرقة الأولى المكلفة بحماية الجبهة الغربية خط التماس المباشر مع القوات الإسرائيلية، أعاد مشهور حديث بناء فرقته ضمن أسس جديدة، تحفيز وتشجيع القتال ودعم منظومات المتطوعين وتسليح أهالي المنطقة والتخندق بشكل واسع للوقاية من القوة الجوية الإسرائيلية المهيمنة وتقديم الضباط إلى الصفوف الأولى والأوامر الصارمة بالقتال حتى الموت وإلغاء مفردة الانسحاب من قاموس الجندي الأردني. كان دائما يتحدث بشغف على الكرامة، يتحدث عن التحضير أكثر حتى من أيام المعركة نفسها، كيف خلق التوعية، كيف طلب من الأئمة أن يوزعوا المصاحف على كل فرد من أفراد الفرقة، على أمرهم بالتكبير يوم المعركة. هو أمر أن يكون الضباط دائما مقدمة، وحتى ما تنعاد مأساة 67. وهنا كان يذكر دائما شجاعة الله يرحمه ابن عمه كاسب سفوق، وكان قوات الحجاب كان موجود، واللي يقول لك أنت بالمقدمة أكثر من اللازم. قديش هم كانوا الضباط والقاضي كانوا مندفعين للمعركة لملاقات العدو الإسرائيلي. تواترت المعلومات الاستخبارية عن نية الجيش الإسرائيلي غزو الأراضي الأردنية، وفيما سربت القيادة الإسرائيلية معلومات عن عمليات خاطفة ستنفذها للجم المقاومة الفلسطينية في غور الأردن، كانت تبيت أهدافاً استراتيجية لإنهاء مشروع المقاومة من الأردن عبر الحدود الأطول مع الاحتلال، إضافة لاحتلال مرتفعات السلط الاستراتيجية في الأردن ووضع العاصمة عمان تحت فوهات المدفعية الإسرائيلية ورهن الابتزاز التفاوضي اللاحق. بعد 67 لما سمعت إنه القدس سقطت، ما بعرف ليش انفجرت بكى، فبقيت بقلبي غصة. لما قامت معركة الكرامة وتفاجأنا حقيقة بهذا النصر الساحق، أنا بشعر إنه فشلنا قلبنا. ما كان في عندنا شيء اسمه فدائيين وشيء اسمه جيش، إحنا كنا عبارة عن قوة واحدة، متشاركين، متلاحمين، مصيرنا واحد، هدفنا واحد. وعلى هذا الأساس كانوا يعملوا ضمن غطاء من القوات المسلحة الأردنية. أنا أرسلت شخص ضابط من عندنا تحت على الأغوار على الشباب الإخوان الفدائيين حتى نحذرهم 100% عندنا معلومات مؤكدة أن اليهود راحين يهجموا. في منهم شباب كانوا ممتازين واقتنعوا وحضروا حالهم باللي بيقدروا عليه. إحنا الحقيقة كنا قسمين، قسم الفدائيين اللي موجودين في المعسكر اللاجئين وكانوا مدنيين، وإحنا جيشنا مؤلف من كل الجهات، أردني وفلسطيني من كل المناطق اللي موجودة هناك، وتفهمنا على طريقة العدو
وقلنا بدنا نحصره. وهو المرحوم كان يزورنا كثير في مدفعية الفرقة ويخبرنا ويمر لنا معلومات، واجتمعنا معه في نادي الضباط تبع الفرقة أكثر من مرة، ووصلتنا معلومات مؤكدة أن اليهود عمالهم بيحضروا إلى معركة كبيرة وبدهم يدخلوا، وكان اتجاههم معركة الكرامة. ذكر كتاب حرب الاستنزاف أن الفريق حديثة اجتمع مع ضباطه وجنوده قبل يومين من معركة الكرامة، وأعطاهم أوامره الأخيرة بخصوص المعركة المتوقعة، وتعاهد معهم على القرآن أنهم سيقاتلون حتى الموت، ولن يمر العدو إلا فوق أجسادهم. قبل الكرامة بيومين كان حاسس، هو قام يتوضى ويصلي الصبح، قال له بقول يا ربي احنا على حق وهم على باطل، احنا يا ربي تنصرنا لان احنا على حق وهم على باطل. هذول الصغار اولادي، كان رمزي وبسام اكبر من عمر، صاروا يبكوا ابونا الصبح ولف حول البيت، ابونا راح ابونا راح لما صارت المعركة. اقتحمت الدبابات الإسرائيلية بسرعة جنونية زادت عن 60 كيلومتراً في الساعة واستهتار واضح الجبهة على طول 50 كيلومتراً من 3 محاور، لكنها فوجئت بمقاومة شرسة من المدفعية الأردنية كبدتها خسائر فادحة ما قلب مسار المعركة. وفي الأثناء قامت قوات الغزو الصهيوني بعدة محاولات إنزال مظلي في محيط بلدة الكرامة الأردنية والمرتفعات المحيطة بها، لكنها جوبهت بمقاومة مستميتة حتى اشتبك الفدائيون الفلسطينيون ومشاة الجيش الأردني مع المظليين الإسرائيليين بالسلاح الأبيض. الحقيقة كان يعني من البداية عارفين انهم بدهم يفوتوا، لانهم ما تحشدوا بهالحشدات الا بدهم يجوا على اللاجئين، فاحنا طوقنا منطقه اللاجئين تطويق كامل بقواتنا المدرعه. صباح 21 من مارس اذار عام 1968 صدر البيان الاول من الجيش الاردني عن مجريات المعركه، لم يتحدث عن مئات طائرات العدو التي تم إسقاطها ولا عن قواتنا التي أصبحت على مشارف تل أبيب كما كان معتادا في الإعلام العربي آنذاك، وإنما تحدث عن بداية العدوان واشتباك قوات الجيش معه بمختلف صنوف الأسلحة المتوفرة. كان متحمس للغاية ويعطينا تشجيع هال عم نشتبك فيه على طول الواجهة، وعندنا وحدات أقل من كتيبة على كل هدف، صرنا بطارية لأنه عدد الأهداف أو بنك الأهداف المعروف أنه أكثر من عدد وحدات المدفعية. تحت وقع الخسائر الإسرائيلية الفادحة توالت الضغوط على الملك الحسين ومشهور حديثة لوقف القتال، وهو ما رفضه مراراً. وعندما أيقنت القيادة الأردنية أن مسار المعركة يسير بصالحها أعلنت رفض الهدنة حتى انسحاب آخر جندي إسرائيلي غرب النهر. طلب زيادة الرماية، كان يظل يحكي لي والله إذا كان بشوف مدفع واقف إلا أعد مكباب الجامع، فأقول له سيدي مشان الله أعيفني هسه خليني أخلص، بدي مدفعية إذا فيه. وبعدين اتصل مرة ثانية، دائما ينهي المكالمة تبعه هرمي هرمي، يعني هرمي، يعني يحكي كلمة هرمي، منتهى الرجولة منتهى الشجاعة. أنا يعني إذا بضلني أحكي عنه بصير عاطفي، وكان يشجعنا، وهاي خلت المعنويات توصل للسم، وهاي أنا بعتبرها بعد الله السبب الرئيسي، بعد الله اللي سبب انتصار الجيش العربي الأردني في معركة الكرامة. بتنسيق مباشر بين مجموعات الفدائيين وقيادة الفرقة، تمكن الجنرال حديثة من توزيع قواته لصد العدوان وإحباط أي تقدم أو احتلال للأرض شرقي النهر، وذلك تحت غطاء من مدفعية الفرقة المتمركزة على سفوح الجبال القريبة.
لما دخلوا الإسرائيليين على الكرامة بقوات متنوعة، يعني من دبابات، من مدرعات، من طيارات هليكوبتر، من طيارات جوية، من مدفعية تقصف، واجههم الجيش بشجاعة منقطعة النظير وبإصرار لا تصدقوا. زاد عدد القوات الإسرائيلية الغازية عن 30,000 مقاتل وآلاف المدرعات والآليات، إضافة لأكثر من 100 طائرة، وهو ما يوازي 4 أضعاف القوات الأردنية والفدائية التي صدت العدوان، وأكثر من 10 أضعاف معداتها، فضلا عن السيادة الجوية الكاملة للطيران الإسرائيلي على ميدان المعركة في ظل عدم امتلاك الأردن آنذاك لأي طائرات مقاتلة. والله كنا نتمنى لقائهم، لأنه قد ما عندنا حقد عليهم ما قبل 67 قبل حزيران، لأنه شعرنا أنه صار عندنا شيء نقص فينا، يعني صار عندنا نتيجة اللي صار حقد أكثر من اللازم، حتى يعني حتى التهور صار. اشتبكنا احنا وياهم، الدبابات بجميع الأسلحة المدفعية بكل أصناف الأسلحة الموجودة، جونا من الجانب وفاتوا على المخيم، والحمد لله قاوموهم مقاومة فعال المخيم، واستدوا منهم كل شيء كانوا تحفزوا له، وقالوا بدنا نظل هنا في المخيم. وفي منهم والله إنه يشعبث على الدبابة وفي البرج يدب القنبلة تطير، شظاياها تطير لفوق زي الحمام الطائر، تنعطي بالدبابة وينحرك واللي فيها. حتى المدنيين والمزارعين اللي موجودين في المنطقة والفدائيين، الكل شارك وقاتل في هذه المعركة بمعنويات عالية جدا منقطعة النظير. وأكمنوا بعد ما شبعوا ذبح، طبعا شبعوا على المزبوط، وضحوا حوالي 90-100 شهيد، وأكمنوا في جوا الموز، في جوا البرتكان، في البساتين، ودارت تعطي المدفعية الله يحط فيه البركة. يعني والله إنه واحد منهم رقيب عندنا إنه ما خش بالخندق، واقف يعني كأنه بده يقضب له شيء، يعني بده متعطش للقتال. في كتابه عن تلك الفترة أشار الصحفي البريطاني الشهير ديفيد هيرست إلى المقاومة البطولية التي أبداها الفدائيون ومشاة الجيش، وإلى اعتراف جنرال إسرائيلي حول التخبط الهائل الذي عاشته قواته في المعركة نتيجة هذه المقاومة غير المتوقعة. ملازم ضابط مدفعية خضر شكري طلب أنه يضرب الموقع اللي هو فيه، أنا قبله عبد الله أنا كنت طالب نار تخليص الأرواح على الموقع اللي أنا فيه، وفعلا ضربونا احنا مدفعيتنا ضربتنا في الموقع اللي احنا فيه، لانه عدد اليهود كان اكثر منا. قبيل الظهيرة صدر البيان 5 عن قيادة الجيش، واشار الى القتال العنيف بالسلاح الابيض والخسائر الفادحة في صفوف العدو. في عندنا مرتفع 206 في الجنوب، شوي جنوب الشونة، كان دبابة إلنا موجودة، كانوا يطاردوا وراء بعض دبابة اليهودية والأردنية وراء بعض، لأنه ما في مجال يرموا، مدافع كانت قريبة جدا بعض الدبابة ترم، وجماعتنا قفزوا من الدبابة على اليهود وأطلعوهم من جوه، كانوا يعضوا فيهم، يعني كانت مفخرة. بعدين هم من عندهم في هذاك الوقت طلع الأشياء تتعلق بالدروع، أشياء فنية، ستيبلايزر اللي هو المدفع، وهو ماشي بظل ولو الدبابة نزلت طلعت بظل دوري على الهدف، واليهود كانوا يستخدموه بشكل فعال، وهم ماشيين يرموا على دباباتنا. دباباتنا كانت يعني تقعد في الخندق تبعها، أو هي على الطريق توقف وتعمل إيجاد مدى، بعدين تعرف المسافة، بعدين تعبي وترمي. يعني هاي شغلات كانوا يتميزوا فيها علينا، ولكن ما كان عندهم إيمان بالله، ما كان عندهم مشهور حديثة.
القصف العنيف من الطيران والمدفعية الإسرائيلية مع انعدام الدفاعات والقوة الجوية الأردنية وضعت القيادات الأردنية تحت ضغط مخاوف فقدان الجيش والجبهة معا، لكن كان هناك من آمن بأنه أعد كل ما استطاع وآمن بالجندي الأردني وآمن بقضيته العادلة وقرر أن يصنع قدره ونصره بنفسه. كان الله يرحم مؤمن أشد الإيمان بحتمية الانتصار وحتمية المعركة، وأنه هذا صراعنا صراع وجود ومش صراع حدود، وكان مؤمن بالتأصيق الأساسي والعضوي بين المقاومة الفلسطينية الشريفة والنبيلة مع القوات المسلحة. الساعة 10 وجلالة الملك اتصل فيه وكان الوضع جدا سيء جدا سيء، وقال له رحمة الوالد لا الوضع كويس جلالة الملك اطمئن الأمور إن شاء الله بخير. كان يقول أنه كان يعني أنه كان هو قرار ميداني اعتبره جزء من صلاحياته، جزء من مهماته، جزء من مسؤولياته، لم يعتبره خروجا على القرار السياسي. مهما كان غموضا بالقرار السياسي، هو اعتبره أنه إذا كان هناك جيش، الجيش واجبه أن يحافظ على سيادة الأردن، والقرار الميداني يبنى على هذه الفرضية. القائد الميداني لا يأخذ إذن، هو يبلغ ما يحدث، هذا القائد الناجح. فأنا لم أنطر أوامر لأنه أنا عندي استراتيجي أنني أواجه أي قوة معادية للأردن. أنا في معركة مفتوحة مقابل عدو وعلي أن أقاتله وأبلغ قيادتي، لكن لا أقول لهم أطلق النار أو ما أطلق النار، إذا أصبحت أنا ناطور. لذلك أنا استخدم صلاحياتي وهي صلاحيات صحيحة عسكرية ميدانية قتالية. أما أقول لهم أكو أوامر، لا أكو أوامر. مشهور حديثي قرر أن هو أن يخوض المعركة وقطع اتصالاته حتى بالقيادة بعمان واستمر فيها. هو كان في الميدان، كان عارف نفسه، كان عارف جنوده وضباطه اللي حطهم في الواجهة، وكان عارف الفدائيين اللي بيشتغل معهم، كله عم يشتغل مع ناس ذوي قضية وذوي حق، كان عارف أنه حينتصر. كانت إسرائيل تعتقد أنها ضربة واحدة أو ضربة القاسمة، لأنه هناك أيضا كان ضربات في على القواعد في الغور، في غور الأردن وفي السلط، وهذه النهاية. ففوجئت بدخول الجيش الأردني على الخط، فوجئت، مع أنه يعني كانت هاي برضو معركة فاصلة للأردن، لأنه انتصار إسرائيلي في معركة الكرامة كان سيضع كل الأردن تحت رحمة إسرائيل. الجندي والضابط وأبو رمزي شعورهم كان يعني منطلق من مشاعر وطنية تتجاوب مع الوضع الفلسطيني وضد الاحتلال، بغض النظر عن أي اعتبارات تانية، يعاقبوا ما أخذوش أوامر، كل هاي تدل على الاندفاع الجندي العربي والضابط الجندي العربي الأردني ومنهم الباشا في هذا الاتجاه. لذلك كان يعني مسيرته في موضوع الكرامة مهمة، وهي التي أنتجت هذه النتيجة. General Hadithah's decision to act unilaterally in supporting the PLO at Karama, I think was a quite surprising action in a country such as Jordan then was. Even though King Hussein was a ruler who tried to moderate his autocratic dominance over the country, he could not afford to have a general make an individual decision that went counter to the fundamental tenor of Jordanian policy. And it therefore seems to me that over time at least, King Hussein would have been obliged to in some way sideline him. يعني أشبه للمعجزة، بس ما فيش معجزات بالسياسة ولا في العسكرية. هذا مؤشر على أنه إحنا بقوة قناعتنا، بقوة عقيدتنا، بقوة وطنيتنا، كوننا أصحاب حق، إحنا الأقوى. يعني هدول نزلوا الحرب بأسلحة بيضة
تواجهها بسلاح ابيض، واحنا فرقه اللي قادها في الكرامه بفرقه كتيبه مش 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 كل الجيش، وهن جايين بزخم بدهم يقضوا عليه يقعدوا على جبال السلط. وفعلا لو نجحوا الان هلا دابوق اللي احنا فيها كانت مهدده وعلى مرمى مدافعهم. فهديه كبيره كانت المقاومه، نصر حقيقي للاردن، رساله قاسيه لاسرائيل انه هذا الاردن ما بنلعب معه، هذه الحدود ما بنقدر نتجاوزها، قضيه انه اقامه شريط حدودي زي ايام سعد حداد في لبنان هذا خرجت من حسابات موشي ديان وقاده الكيان الصهيوني. واهم من هذا وذاك انه اسرائيل مرتين خلال المعركه اللي هي اخذت اكثر من 14 ساعه مرتين بعثوا لنا الدوليين هذول لجلالة الملك طبعا يطلبوا مننا وقف القتال، رفضنا بالمرتين. اليهود بيعتمدوا على كثافة النيران بشكل هائل، يعني أول ما فتحوا النار علينا الساعة 5:30 و5 أنا فكرت 1000 مدفع و1000 طيارة و1000 دبابة اللي بترمي عليها قد ما في كثافة نيران. فإذا صمدت أنت في الأول في بداية هيك اليهودي، وأنا بقولها وبتأمل هم من يسمعوني، أجبن جيش على وجه الأرض. بلا شك أنه هذه المعركة كانت معركة جيش أساسا، معركة جيش تقليدي ومعركة نظامية وليس معركة حرب عصابات، ولكن كان دائما رحمة الوالد يأكد على أنه هذولاك شهداء الأبطال حتى من المقاومة الفلسطينية، كانت إصاباتهم في الصدور عمره ما كانت إصاباتهم بالخلف، وأثنى عليهم وأثنى على نضالهم. مشهور باشا الله يرحمه ما نظر إلها بس في معركة الكرامة، حكى اليهود دائما بكذبوا دائما بغشوا وإحنا لازم نكون جاهزين، وفعلا هذا ثبت إلنا بعدين في آخر معركة الكرامة مسكنا خرائط وكذا، كانوا بدهم يحتلوا مرتفعات السلط ومرتفعات مادبة ويصيروا يفاوضوا عليها طبعا بهاي الناحية، فهو كان يعني حاضر جدا. يحكي دفتر مذكرات الفريق الجازي والمكتوب بخط يده عن صراحته البالغة مع أركان الحكم الأردني وتعطشه لردع الصهاينة وإيمانه بالقضية العربية، وتحكي ملاحظاته قناعته بأن سبب الهزيمة هو التفرق العربي، وأن الإمداد الغربي لإسرائيل بالسلاح دون حدود سيصعب المهمة لكنها ليست مستحيلة، بينما تنزف كلماته من مداد قلبه تحمله لمسؤولية ضياع الضفة الغربية والقدس فيما هي تحت الحكم الأردني، وأمله وإيمانه بمشروع المقاومة رغم كل الصعوبات. إحنا هذا تم بعد هزيمة حزيران بأشهر قليلة، وكنا معنوياتنا بالحضيض، و يعني قناعتنا بالأنظمة العربية الثلاثة اللي كانت يعني بدأت تتأثر بشكل واضح، لكن الجهد المشترك والتضحية المشتركة بين الجيش القوات المسلحة والفدائيين وما حصل من خسائر على الإسرائيليين أعادت لنا الأمل والحياة بأنه نحن قادرون إذا توفرت النية وإذا صدرت الأوامر بالشكل الصحيح. بعد الكرامة تم تعيينه قائدا عاما لأركان الجيش لبضعة أشهر، ثم مستشارا عسكريا للملك، وكانت قد زادت حدة الاستقطابات داخل المؤسسة الرسمية الأردنية، وتصاعدت الاتهامات للفريق الجازي بالتعاطف مع المنظمات الفدائية، فيما تنام تيار الصدام داخل المؤسسة الرسمية الأردنية وداخل المنظمات الفدائية نفسها. استفادت المنظمات الفدائية من زخم معركة الكرامة بتعزيز نفوذها وانضمام الجماهير لها،
فتح شهية بعضها المتطرف رغم قلة عددها للتدخل بالشأن الداخلي، ما شكل خطراً متزايداً على مشروع المقاومة تماماً كما على اللحمة الوطنية والسلم المجتمعي، وهو الصدام الذي شجعته القوى الكبرى. لما شافت الأحزاب هاي إنه الشعبية أخذتها فتح بسبب العمل الفدائي، فوجدت طريقة واحدة حتى لا ينسوهم الناس، إنهم يلبسوا العمل الفدائي، فلبسوا الأتيار تبعهم وصاروا فدائيين. في كتابه أشار الصحفي البريطاني الشهير ديفيد هيرست إلى الأعداد الهائلة من المتطوعين التي تدفقت من مختلف الدول العربية لصفوف المنظمات الفدائية بعد معركة الكرامة والدعم الهائل الذي تلقوه. يعني إحنا الجيش ما عندنا بالنظام الداخلي في المدن، هذا يتولاه الأجهزة الأمنية، هي اللي تتولى الأمور هذه والتنظيم فيها. لكن إنه العمل الفدائي انتقل من القرى إلى المدن، بالتالي إلى العاصمة، انتقل إلى إنشاء مراكز تفتيش على الطرق، ويتعرض للمواطنين ويتعرض للجنود ويتعرض لأشياء كثيرة، مش من الفدائيين اللي إحنا عرفناهم. كان غير مسموح أمريكياً أبداً بأن يكون هناك قاعدة فلسطينية، قاعدة للمقاومة، سواء أسميتها فلسطينية أو عربية قريبة من الكيان الصهيوني. كان هناك خطاً داخل النظام يقول بأن بقاء المقاومة هو خطر ليس فقط على النظام الأردني بل على كينونة الدولة. The Jordanian regime had long understood that it had to accept or live with the fact of a powerful Jewish community alongside it. There was a real danger that Jordan would suddenly find itself being turned into a PLO preserve, and that was something that both King Hussein and Israel did not want. And I think that means that it's a turning point, really, in the way in which the PLO becomes the main antagonist of Israel inside the region, and also becomes a potential antagonist of the Jordanian government and the Jordanian regime. كل فصيل من الفصائل كانت تعتقد بذاتها أنه هي تمتلك الحقيقة وهي تريد أن تصل للحكم قبل ما يصل واحد تاني. الآن هذا انعكس على السلوك الداخلي، لكن تدريجيا تراجعوا في العمل الفدائي الحقيقي تبع هذا، وصار شغلهم الشاغل الوضع الداخلي، فارتدوا إلى قواعد تفكيرهم الأصلي، تغيير الحكم، باعتبارنا إحنا رجعيين وهم تقدميين ومتنافسين، هم مش مع بعض، يعني اللي من بعث السوري غير بعث العراقي غير الجبهة الشعبية غير الديمقراطية، كل واحد لحاله، بس الكل متفق على هذا حكم رجعي، رجع مرة تانية ونربط المتغير. فبدأت الأمور تسوء في داخل الدولة. And that was partly a reflection of internal tensions inside the Palestinian movement itself. The PLO was always a coalition. Fatah may have been the most dominant element inside it, but there were many other movements, the PLFP, the DLFP, for example. And they had a very different view. They weren't so concerned with simply the nationalist recovery of lost territory in what had been Palestine. They believed that there was a necessary political and social revolution that had to take place, not just amongst the Palestinians, but amongst the wider Arab world. And that was an essential preliminary for the recovery of Palestine. Now, that meant that Arafat and his leadership was continually pushed from within the movement to take ever more radical positions. And that meant, in the end, confronting Jordan. عندما حدثت أحداث أيلول كان ذلك انعكاسا لموقفه في الكرامة وفي تربيته الوطنية، فأبى أن يكون هذا الأمر يعني جزء من تاريخ القوات المسلحة أو جزء من التاريخ الأردني، فحاول أن يقاوم ذلك وأن يبعد ذلك عن
المجتمع الأردني، ولذلك نعم دفع ثمن ذلك. بدأ ذلك التيار بالتفرقة بين الأردني والفلسطيني، ووضع هذا التيار الجديد أو هذه المقولة الجديدة التي زرعت الإقليمية والتفرقة بين الشعب الفلسطيني والأردني، وضع كل من مشهور حديثه وكل وطني أردني كان يؤمن بعروبية الأردن وبعروبة الأردن ودوره في دعم المقاومة في موقف حرج. جاء السفير الأمريكي لما قدم أوراق اعتماده قال له شو اللي بيجري؟ قال لقد وضعت كل أوراقي على الطاولة، فما استعيد الحكم وأفقد كل شيء. كان واضح البلد خربان. الآن لما الملك بيقدرش يوصل للديوان الملكي، لما الملك بيستقبل السفير وأوراق اعتماده في بيته، كان الفريق حديثا يرى أن التيارين المتطرفين داخل المؤسسة الرسمية الأردنية وداخل المنظمات الفدائية هما الأقل عددا وجماهيرية، ولكنهما الأعلى صوتا، ولأنه كان محل احترام الجميع فقد قام بوساطات مختلفة لحل الإشكالات المتصاعدة، ولأنه كان موضع إجماع فقد نجح في حل أزمة رهائن الطائرات المختطفة من قبل الفدائيين، وكذلك عشرات الصحفيين المختطفين في فندق الانتركونتيننتال، ونجح في تأجيل الصدام فترة طويلة، وتعرض إزاء ذلك لعدة محاولات اغتيال جسدي من قبل منظمة فدائية صغيرة محسوبة على بعث العراق، وكذلك لاغتيال معنوي متكرر من التيار المتطرف داخل الدولة الأردنية. أيقن أخيراً أن لحظة الصدام قادمة، ومع إعلان تشكيل الحكومة العسكرية في الأردن قدم استقالته ووضع تحت الإقامة الجبرية لفترة بسيطة، ورفض أن يلوث تاريخه بصراع بين الإخوة الذين أفشلوا مسعاه والمخلصين بتوحيد الجهود وتوجيه كل البنادق صوب العدو. أنا أحمد الله أن التهمة أتت ليس عميلا لإسرائيل، وعندما أكون عميلا كما يصفوني إلى فلسطين ففلسطين مقدسة. أنا لم أكن عميلا بقدر ما أنا مواطنا عربيا يحب فلسطين ويقاتل من أجل فلسطين والقدس الشريف، لأن هذا جزء من حياتنا وديننا ومذهبنا. محبتي للأردن تساوي محبتي لفلسطين، وفلسطين والأردن بلد واحد ودم واحد، وعندما استطعت أن أمزج الدماء مع بعضها وتقاتل مع بعضها بعتقد أنه هذا أكبر دليل أننا قاتلنا بشرف من أجل قضية وليس من أجل خاص. اتصل فيها بالتلفون بقول له مين؟ قال لي أنا أبو تفليقة، أنا حكيت معاك مشان أطمنك على مشهور. الحمد لله مشهور منيح، بس بجيكوا هاليومين وبتشوفوه. كان إشاعات كثيرة معي إنه تعرض لاغتيال وهيك شيء. بعد ما هديت النفوس أبو عمار جاب هذا الشخص من جبهة التحرير العربية وجابه عنده على مكتب أبوي وقال له هذا المجرم هو اللي سويه، احنا مسكناه فحاكمه مثل ما بدك. قال له انا بحجب الدماء يا ابو عمار، انا ما بحاكم الناس. قال له طيب اذا انت ما بتذبحه انا حذبحه، لانه هذا تمرد وهذا حاول اغتيالك اللي احنا بامس الحاجه الك. وكانوا طبعا عمامي يستنوه برا، كانوا بدهم يذبحوه طبعا. فقال له انا بس بطلب طلب واحد ما بدي اعرف اسمه، والان يغادر، كلف احد الناس يغادر على العراق ضمن حراسه حتى ما يشوفه مدى الحياه ولا يعرف اسمه. دخل المرحوم مشهور حديثة التقى ينال حكمة، سمعت صوت رد فعل مشهور بصوت عالي، قال له شو أنا محجوز؟ كلمة محجوز هو كلمة عسكرية بدل مسجون. هذاك مال عليه وحكى معه وهدى ورجعوا. كان مؤلم جدا أن يتم إبعاده هو وآخرين عن مراكز صنع القرار. فكان يعني بالناحية رمز وطني مشهود له، ليس فقط مشهود له لكنه محاصر محترم له احترامه
لكنه في شبه عزلة وحصار، وكان هذا مؤلم جدا له. ولا يمكن كان يحكي عن حاله، يدخل بالمشاكل وهدول والحرام والحلال، كان كثير حافظ على هالشيء. واللي هدول أولادنا، إذا الفدائية أو كلهم أولادنا، أو الأردنية كثير، لما يصيروا ضد بعض وشعاتهم، تعرف شعاتنا كثيرة. كان دائما يسعى إلى رأب الصدع، وخصوصا هناك حوادث جدا مفتعلة وإن كانت من الجانبين، وكان ميقن أن هناك مؤامرة على القضية الفلسطينية، مؤامرة على الأردن بذات الوقت، فكان هو صمام الأمان إلى حد معين بين التعامل بين الاثنين. رفض الفريق حديثة المناصب التشريفية لاحقاً، وبجرأة الجندي وبثقة الجنرال اقتحم الباشا عالم الأعمال دون سابق خبرة وبأموال استدان معظمها، إذ لم يكن يملك بعد تركه قيادة الجيش أي مال، وكان بيته مستأجراً. تم تعيينه طبعاً مستشار جلالة الملك، ولكن لم يأخذ بهذا الوظيفة ولم يداوم فيها. لم ينعزل عن شعبه، ظل مرتبط بالشأن العام والهم العام. زرته في مكتبه طبعاً أكثر من مرة، وشفت الأشياء اللي بيسويها، وخاصة تنقية المياه والملاحة. يعني صحيح أنه أنا جداً أعجبت فيه، حتى بمزح معه أمام فريق واحد ثاني كمان في الدروع، كان زميل لنا، بقول له سيدي أنت ضابط دروع، شو بعرفك في البزنس؟ رحمة الله عليه دائماً كان يكرر يقول أنا تركت الجيش وما حجر على حجر ما عندي، فما كان عنده بيت حتى لهذا، وكان لسه إحنا كنا صغار وكنا لسه في التزامات مالية كثيرة، وتعرفوا كان من يعني كان لسه شاب لما ترك قيادة الجيش، تدرج كثير بسرعة في الرتب العسكرية وسلم قيادة الجيش في سن مبكرة. يعني هو بكره كلمة أول إشي متقاعد، بكرهها. فبقول لي يا زلمة تعرف جرب كل الشغلات، إشي ينجح فيها وإشي ما ينجح فيها. قل له طول نهارك مسافر، والله بالجيش ما كنت هيك، واللي أنا بحبش المتقاعدين، بنجرب وبنشوف، نتوكل على الله. فكان الله يرحمه مغامر، ولكن مغامر مؤمن، فمغامر عنده كان حساباته. اقتحم عالم السياسي مرغما، وذلك لدواعي وأسباب كثيرة، أولها حبه للوطن والتصاقه بقضايا الأمة العربية وعلى رأس القضية الفلسطينية. كنا نريد أن نجمع مجموعات من الرجال اللي متجانسين فكريا، وهو منهم، وكان هو على رأسهم الحقيقة. مرونته في هذا الأمر كانت موجودة، المبدأ مبدأ التفكير الأصلي كعسكري، وكان نفذ ثم ناقش كعسكري، كانت موجودة عنده، لكن أيضا صاحب قضية أساسية للواقع. تصميمه بأن دائما يأخذ الموقف الذي يعتقده الموقف الحق، وأن يعلنه، فهو يعتقد أن إعلان الموقف واتخاذه وأن يكون جزء من الحركة الشعبية ومن الأحزاب ومن القوى الوطنية التي تدلي بدلوها. عام 89، ومع الانفراجة الديمقراطية في الأردن، قرر الفريق حديثة الترشح لمجلس النواب في عمان لكسر التقسيمات الضيقة الفئوية والعشائرية، انسجاماً مع رؤيته للعمل الوطني ورفضه للإقليميات والعصبيات. ورغم أن ترشحه في مسقط رأسه في معان كان مضمون النجاح، إلا أنه ترشح في دائرة محتدمة التنافس، وهو ما لم يلقى قبولاً من بعض مراجع القرار في عمان. حاول خوض تجربة الانتخابات النيابية ومنع لأسباب عديدة، طبعا في منها أسباب كان ظاهرها ظاهرة قانوني ولكن هو باطنها سياسي، حزت بنفسه. وكان يعي تماما بأنه بالرغم من أن هناك كان تحول في الأردن، لكن لا زالت قوى متحكمة ببعض مفاصل الدولة. لم يكن معجب في التسوية السياسية، وقال لأبو عمار حتى مرة أنا قدامي، قال أنا مش معجب لا بتسويتك ولا شيء، بس إحنا بدنا نحط فلسطين على الخارطة.
بتذكر حادث من الحوادث اللي اجى، انا كنت جالس مع رحمة الوالد، اتصل فيه مساعد رئيس الاركان في نهاية التسعينيات، قال له احنا جايينا وفد اسرائيلي يبحث عن رفعات الجنود الاسرائيليين اللي قتلوا في معركة الكرامة، وبدوروا على 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 جثة واحد، واعطاه الشاسي نمبر الآلية. فقال رحمة الله عليه، كان يضحك يقول انا احنا مش حفرين قبور بعد هذا العمر. كان يعتبر انه اي تنازل سيؤدي الى تنازلات، خاصة انه رجل عسكري، أنه يعرف أن إسرائيل لا تؤمن إلا بالقوة، كان يؤمن بهذا الكلام. الناحية الوطنية متعصب للغاية، الناحية الوطنية عدم التفرقة، نظلنا شعب واحد، نظلنا يد واحدة. اليهود مش رجال اللي يوقفوا أمام الجيش الأردني ولا أمام الجيش العربية، كان هذا النزعة العامة اللي دائما بحكيها. مشهور حديثة له امتداد أوسع من العسكرية، مشهور حديثة رجل وطني قومي. فعلا زي ما احنا قلنا الجيش العربي الاردني، هو كان يعتقد انه جيش عربي اردني، وكان يحس نفسه اردني عربي، ما كانش يحس حاله حويطات بس ولا شمال ولا جنوب ولا. فهو قياده وطنيه. نفتقده في كل الاوقات، ليس لهذا السبب فقط، ولكن لاننا نرى ان المجتمعات العربيه تنحرف بشكل مؤسف عن مفاهيمها وثوابت الامه العربيه وثوابت الدين الحقيقي المعتدل، دين السلام. كلنا نفتقد هذه أبو رمزي في هذه الأيام. بعتقد أني لو أنه أبو رمزي عايش بيناتنا لكان حكالنا أنه النهر فيش إله ضفة واحدة، النهر إله ضفتين. المستقبل القريب سيء، المستقبل البعيد لصالح هذه الأمة، لأنه هذه الأمة لن تهزم نهائيا، وهذه الأمة العريقة المتمركزة في التاريخ، في جغرافيتها وفي دينها وفي ممتلكاتها وإمكانياتها، ستصبح الأمة الكبيرة في هذه المنطقة، والقادم هو هذه الأمة أن تكون دولة واحدة أو قوة واحدة، يصعب على إسرائيل أو ما وراءها أن يتخطاها. ظل الجنرال حديثا وفيا لمبادئه، وهو ما ربى عليه أجيالا من الوطنيين ومن جنود الجيش العربي الذين ما زالوا يصونون الكرامة ويحفظون إرثه، ولا تعرف بنادقهم سوى وجهة واحدة، كما لم يعرف قائدهم نحو الكرامة سوى قبلة واحدة لنضاله وفكره.